الثالثة صباحا 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير تلك الجهود بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيما لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أهمية هذا المشروع القومي وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة. وشدد الرئيس السيسي على الأهمية الحاسمة للتعليم العالي في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهد العصر الحالي من تطور سريع. ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان 60 سنة دراما للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما. ويهدف مهرجان القاهرة للدراما في هذه النسخة التي تحتفي ب60 سنة دراما للاحتفال برموز مصر في مختلف المجالات، بهدف دعم أبرز صناع الدراما الذين تركوا بصمة وساهموا في رفع راية الوطن بتشكيل الوعي. ويأتي المهرجان بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي وفرت كل سبل النجاح من أجل إقامته كل عام. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة بيلغرود بغرب روسيا، وذلك حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت موسكو. وأضافت الوزارة في رسالة أنه لم تقع إصابات أو دمار. يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي اليوم الاثنين اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع في النيجر. وكان الاجتماع مقررا السبت وأرجئ بطلب من رئيس المجلس لإجراء مزيد من التشاور بين الأعضاء. ختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، ولكم مني تحية، أنا آية عبد اللطيف.